اهلين، شو الاخبار؟ مسوين يا جماعه؟ اليوم عندنا كيو ان اي مع الافضل، ولدنا سريانو. المهم سالناكم بتويتر، اكتبوا لنا اكثر اسئله ودكم تسالونها سريانو. هذه الاسئله اللي طلعت معنا. اول شيء هلا والله سريانو. الو. اهلين دايلر، منور. نورك حبيبي. جاهز الاسئله؟ جاهز، ليتس جو. اوكي، السؤال الاول، كم تدخن؟ امزح. او ماي جاد برو، هيل ناو مان، وات ذا. متى بدأت رحلتك وكيف؟ بدأت رحلتي من نت كافيه صراحة، يعني عرفت فورت من الشباب ومن نت كافيه، وبديتها من 3.5 سنين تقريبا. نايس. طيب السؤال هذا يقول لك، ليش اخترت جي اكس ار؟ بكل بساطة لأن أفضل تيم موجود وفاهم السوق ويعرف شو صناع المحتوى يحتاجون. اوكي، السؤال الثالث يقول، ايش أكثر شيء كان دافع لك في رحلتك؟ أكثر شيء كان دافع لي صراحة أني أحب الفوز. من أي شيء أدخله بحياتي أنا أحب أفوز دائما، وشغفي للفوز مستحيل يروح، وهذا كان أكبر دافع بالنسبة لي صراحة، الشغف يعني. أوكي، السؤال الرابع يقول، هل تشوف أن لعب فورتنايت شيء ممكن تقعد تسويه باقي حياتك؟ لا، ما أتوقع، لأن العمر يلعب دور صراحة، وصار عمري 23 بقية حياتي، ما أتوقع أني بكملها في الجيمينج، لكن ممكن بصناعة المحتوى. تخيل كذا عمرك 40 وباقي قاعد تلعب فورت وعيالك جنبك. سؤال يقول، هل عندك مواهب تسويها يوم ما تكون تلعب فورتنايت؟ كان عندي مواهب لكن الحين تغير الوضع. كنت العب كوره، كنت اروح الجيم، بس بعد فورت صراحه كنت اقضي وقت طويل عليها، بين 10 ل 12 ساعه ايام الجرايندينج. الحين يعني قاعد العب بطولات، تحس انه ما عندك وقت في اليوم. للاسف فورت اول ذا تايم. لازم اسحبك الجيم ضروري. لازم. السؤال اللي بعده يقول، ايش تجربه اول بطوله لعبتها؟ تجربه اول بطوله كانت صراحه فل توتر، يعني التوتر كان واصل حده، و كانت أول مرة بالنسبة لي، بس مع الوقت يعني تعودت على البطولات، صار الوضع عادي. مين أكثر شخص أثر عليك في حياتك وليه؟ أمي أكيد، دعمتني بكل المراحل ودائما جاهزة تسوي لي أي شيء أحتاجه. يا الوالدة. إيش رأيهم بقعدتك طول الوقت على الجهاز؟ والله هي على يساري قاعدة تلوح لي الحين. رأيهم صراحة بعد ما شافوا إن في دخل أيدوني بهالشيء، قبل كانوا شايفين أضيعة وقت، بس بعدين أثبت هالشيء إن ممكن يكون شغلي ومهنتي بالحياة. حلو. طيب سؤال كذا شوي خارج عن نطاق الأهل، يقول لك، إيش أفضل سكن عندك؟ أفضل سكن ترافيس طبعا. أكيد. أكيد. مين أفضل صانع محتوى عندك وليش؟ في جي اكس ار. افضل صانع محتوى في جي اكس ار الصراحه كانترتينر رغده، كميوزك وانجنرال وشي دايلر. كفو. اهم شيء تحطني، انا ما عندي مشكله، بس اهم شيء اكون في الليسته. اوكي. وغيره؟ انت سالتني ذا بيست ولا ليست كامل؟ نقول توب 3 من ناحيه انفلونسنج صراحه، ابو فله ورغده، ومن ناحيه ارتست والكلام دايلر. حبيبي. مين اقدم شخص تعرفت عليه في مجتمع الفورتنايت؟ اصفر، اللي يسوي فيو بارتيز على بطولات فورت، ومن بعده يونت وسنو. الفورتنايت كوميونتي اكيد يعرفوهم. نايس. السؤال اللي بعده يقول، مين اكثر شخص ساعدك في طريقك؟ هو مو شخص، هو جروب كامل صراحة، جروب الشباب سنو وينت وستلسن وأصفر، كان دعم كامل من كل النواحي، وكنا مع بعض يعني نجيب بطولات وندعم بعض ونشجع بعض، والحمد لله وصلنا يعني. السؤال 13 يقول، إيش أكثر إنجاز ما تقدر تنساه في رحلتك؟ أكثر إنجاز ما أنساه هو بطولة الدو FNCS اللي جبناها المركز الأول مع يونت. صراحة كانت أعظم إنجاز أسويه، وفزنا أشياء كثير بعدها. بشكل عام يعني أجمل سيزن بالنسبة لي. سوريانو يا جماعة، يعطيك العافية. الله يعافيك. المهم يا جماعة، كذا يكون وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى أن أعجبكم، كانت مقابلة سريعة مع الأفضل سوريانو. إذا تبون مقاطع أكثر اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس. بس كان معكم دايلر من جي إكس آر، سوريانو، سلام.